السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة بهذه الجولة اليومية من أرض معرض بغداد الدولي ومهرجان الطبل العراقي لنسخته الثانية. أكيد هذا المهرجان مستمر اليوم 3/7، مجموعة من الفقرات المنوعة والمهمة جدا اللي خاصة بالأطفال، وأكيد مشاهدينا الأحبة اليوم أنا حبيت أبدو وياكم مؤسسة الأنوار النجفية، هذه المؤسسة المرجع الديني الأعلى بشير النجفي الله يحفظه، وأكيد راح نلتقي مع أحد السيد مصطفى الجابري. أهلا وسهلا بك. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بحضرتك السيد نور، حياكم الله. خلي نعرف بمشروع مهم جدا للمؤسسة خاص بالطفل، هذا المشروع هو مركز قيادة حياة المستقبل بالواقع الافتراضي الفي ار، مشروع جدا مهم جدا، يعني هم راح يذكر لنا الفكره المغايره اللي انتم راح ان شاء الله تحاربون ذيك الفكره. بدايه المشروع هو شركه ميتا العالميه اعلنت عن انطلاق مشروع العالم الافتراضي. المشروع هو طلقوه لعبه، لكن اللعبه هي عباره عن مدينه وحياه ومجتمع تتاسس وفق عادات وتقاليدهم هم، يعني حضارتهم ثقافتهم أساسيات حياتهم اللي هم عايشيها. فهذه اللعبة إذا تصدرت ووصلت إلى مجتمعنا راح تكون خطرة جدا على شبابنا. السبب هو بسبب الأخلاقيات الموجودة في اللعبة التابعة اللي هو للتفكير الغربي اللي هي المغاير لنا، فأنتوا خلقتوا عالم. حبينا أنه نواجههم لكن بنفس السلاح اللي هم طلقوه اللي هو التكنولوجيا والعالم الافتراضي. احنا كذلك اسسنا مدينه داخل هاي اللعبه، مدينه متكامله، بنى تحتيه وناس ومجتمع ومدارس وجوامع. العمر اللي استهدفناه من عمر 5 سنوات الى عمر 10 سنوات، ومن عمر 10 سنوات الى عمر 18 سنه. يعني لحد ما الشخص يعبر سن المراهقه وسن الخطر، احنا هذا راح نتواكب وياه من ال5 سنوات لحد ال 18 سنه. المدينه بها سينما وبها صاله العاب. يمشي الشخص بهاي المدينة يلقى شخص كبير بالسن يساعده، ربما يعبر شارع أو يحمل معاه أغراض راح يكسب نقاط، راح يدخل بهاي النقاط صالة السينما. السينما عبارة عن مجموعة أفلام، كل فيلم هو عبارة عن حياة أحد الأنبياء، أحد الأئمة صلوات الله عليهم، أحد الصحابة، أحد الشخصيات التاريخية الدينية الإسلامية الثقافية. أو يروح صالة الألعاب، الألعاب هي عبارة عن مثلا سؤال وجواب، كل سؤال مختار من القرآن الكريم أو مختار عن أحد الروايات عن المروية عن أحد أهل البيت أو الأنبياء. الغرض من اللعبة أنه احنا نريد نصدر ثقافتنا وتعاليمنا السماوية، أخلاقنا المجتمعية لشبابنا المراهقين الأطفالنا. ما نريد الشاب أو المراهق يتأثر باللعبات اللي هم جاي يطلقوها. يعني احنا السوشيال ميديا أخذ كل شهواي من بصراحة من تفكيرنا، تاثرنا بالمضمون مال هاي البرامج، ما نريد نروح زايد. احسنت بالضبط، هذا انت تتكلم احنا كبار وتاثروا وكيف بالاطفال. متى يطلق هذا المشروع؟ شرعنا بالعمل 2021 كانت النواه لبدايه المشروع، 2023 8 محرم راح تكون بدايه تجريبيه للمشروع، لكن مرحله اكمال المشروع نهائيا 2035. المشروع جدا ضخم، المشروع محتاج معدين، مصممين، سيناريوين، محتاج تصاميم من كل النواحي، محتاج دعم، حتى دعم لوجستي، دعم اعلامي، مشروع جدا ضخم، احنا حتى نقدر نواجه به اللي هم جاي يسوونه واللي هم جاي يطلقوه. ايضا هو كتطبيق ينزل على الاي او اس وايضا على البي ار، وباللعبه موجوده ايضا يستخدموها بالشاشات كمبيوتر. موفقين، نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا. الله يسلمكم، اهلا وسهلا، حياكم الله. اكيد مستمرين وياكم مشاهدينا الاحبه، واهلا وسهلا استاذ. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. مؤسسه الانوار وماذا معنيه بشان الطفل اليوم، شنو قدمتوا في بوثكم؟ بالاضافه اذا ما ذكر سيد مصطفى بهذه اللعبه ان شاء الله في العالم الافتراضي القادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مؤسسة الأنوار النجفية التي تعنى بشؤون الأيتام والأطفال والتنمية بصورة عامة، اللي تأسست برعاية من المكتب المرجع الديني الكبير الشيخ بشير النجف.
أكيد المؤسسة تأسست سنة 2006 بدعم مباشر من سماحة الشيخ دام الله ظل البارف. لديها فروع في النجف الأشرف اللي هو المكتب المركزي، وفي بغداد وكربلاء والبصرة والذقاع. احنا نمثل فرع بغداد. في النجف الأشرف هناك العديد من البرامج والمشاريع، ومن أهمها مدارس الزهراء التربوية اللي تبدأ من الأول ابتدائي إلى السادس الإعدادي، وتضم أغلب طلبتها من الأيتام المكفولين في المؤسسة. هذا شعاركم أيتامنا في بغداد، يعني أن يجي أيضا اللي عنده أيتام أو يعرف أيتام في منطقته يطرح عليكم فكرة، يطرح عليكم العناوين، ممكن أيضا تروحوا لهم. وأكو مثل ما تفضل التسجيل بالمدارس الخاصة. المدرسة الآن في النجف الأشرف فقط، نسعى إلى أنه نضيف في بغداد والمحافظات الأخرى في فروعنا. في بغداد مشاريعنا، المشروع الأول هو كفالة اليتيم، نكفل مجموعة من الأيتام كفالة شهرية إضافة إلى الحصة الغذائية الشهرية لكل العوائل المسجلة لدينا من عوائل الأيتام والعوائل المتعففة، وكذلك البرنامج التعليمي، وكذلك البرنامج الترفيهي، سفرات ترفيهية شهريا لكل الألعاب اللي موجودة في بغداد، مدن الألعاب والمدن الأخرى اللي تعنى بتسلية الأطفال، وكذلك البرنامج الطبي اللي هو برنامج ثابت، والمحاضرة التربوية أو التوعوية شهريا. والكلام كثير. المؤسسة موجودة، تقدرون تتواصلون وياها سواء إذا جيتوا للمهرجان أو عن طريق التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبقية البرامج موجودة مؤسسة الأنوار النجفية. شكرا، شكرا لكم، وأكيد مشاهدي الأحبة مستمرين وياكم في هيئة الحج الشعبي القسم النسوي الثقافي في مجموعة من الفقرات. أم منتظر، السلام عليكم، شلون الصحة؟ تفضلي. عدتها مجموعة من الفقرات تقدم للأطفال سواء كانت مسابقات، وأيضا في هنا عهد مع الشهداء، الطفل يبصم ويوقع ويكتب اسمه أيضا. مشروع كلش حلو، أحسنتي. تفضلي أم منتظر. أهلا أهلا وسهلا بيك، الله يحفظكم إن شاء الله. الحمد لله، هنيك وحييك على الفقرات اللي تقدميها هنا بالمهرجان الأطفال. الله يحفظكم إن شاء الله. والله إلنا شرف إنه نشارك بهيك مهرجان، ونكون كن إلنا دور فعال في ولو بالشيء البسيط بتربية أطفالنا على الطريق الصحيحة، طريق نهج البيت، نهج محمد وآل محمد عليهم السلام. فعالياتنا جدا بسيطة ولكن مؤثرة في الطفل، وهي بنبذة من قصص الشهداء الذي ضحوا من أجلنا، ضحوا من أجل أطفالنا، من أجل أن يكونون. أكيد راح نكمل ويا الشيء منتظر بعد الفاصل. أكيد رجعنا لكم مشاريع الأحبة ويا أم منتظر. حبيبتي، تكلمنا قبل الفاصل بأنه إحنا هدفنا اليوم نعطي قصص للشهداء للأطفال. دا شوف الرسم اللي لونوه دا تعلقوه، هذه رسالة كلش حلوة. أيضا الطفل يشوف رسمته تعلقت في المكان نفسه وصارت كإعلان للمكان، هذا حلو، لها هدف وأبعاد كلش حلوة. طبعا أول شيء الرسوم اللي جاي نسويها ونعطيها للأطفال مو رسوم عشوائية، هي رسوم تربط الطفل بعلاقته بالإمام الحجة عجل الله فرجه، وأيضا علاقته بالشهداء والمجاهدين، إنه هذا طريق الجهادي، طريق العقائدي. إذا ما وعينا الطفل على هذا الطريق الإسلامي، أكو غير جهات ممكن تأخذ هذا الطفل وينحرف بطريقة يعني مو طبيعية، مثل ما جاي نشوف هسه السوشيال ميديا والغيرها وغيرها جاي يزرعون بأطفالنا أفكار سلبية جدا، بعيدة عن مجتمعنا، بعيدة عن ديننا ومذهبنا وعقيدتنا. إحنا إذا ما كنا قد هذه الهجمة الشرسة وما نقدم، حتى لو إنه هذا فد شيء بسيط اللي جاي نقدمه، بس نزرع بفكر الطفل إنه أنت عندك إمام حجة وأنت لازم تكون جندي من أنصار الإمام الحجة، فكيف توصل إذا أنت ما مهيئ؟ ويعني أنطيفة فكرة أنه يكون يأخذ من صفات الشهداء، من أخلاقهم الحميدة، في احترامهم، في حفاظهم على الصلاة، في نظافتهم، يعني رغم ما أنهم كانوا بالجبهات وهذه، بس كانوا محافظين على هاي الأشياء. وهذا الطفل من يسمع هالشيء هذا كل شيء يأثر به. عشت إيدكم، وأنتوا بعد بلغتوا بهذه الرسالة، أكيد هذا شغلكم اليوم رسالة، وباقي على الأهالي في التزام بهذا الشيء. أنا أشكرك منتظر، شكرا جزيلا. أكيد مستمرين وياكم مشاهدينا الأحبة، راح ننتقل. السلام عليكم، شلون صحة؟
شلون شفتي اجواء هنا بالمهرجان؟ اوكي شكرا. اكيد مستمرين وياكم بهذا سنابل للنشر والتوزيع. السلام عليكم. من مصر اخونا تعرف عليه؟ عمرو العلاوي. يا اهلا وسهلا. اليوم حقيبتكم من مصر، شنو جبتوا بيها؟ جبنا بيها سعادة وبهجة للشعب العراقي، جبنا شوية ألعاب للطفل العراقي. الطفل العراقي طفل ذكي، فاحنا جبنا له ألعاب تخليه يعني يعرف إمكانياته كويس قوي، نخليه يبعد عن الموبايل شوية ويبتدي يستخدم عقله ويستخدم إيده. جبنا له ألعاب تنمي عقله شوية، تنمي ذاكرته، وجبنا له شوية ألعاب سحرية. جبنا له شوية ألعاب سحرية. يعني هذه العاب كلش حلوه، العاب سحريه تخلي الطفل شويه يركز ويحاول يحلها. واحنا شفناه هو من يجون الاطفال هم يشوفهم اللعبه وطريقتها، بس ما يكشف السر. خلينا نشوف احنا نكشفه او لا. هذا الدفتر الرسم مو هلعب بس معاكي لعبه بسيطه، بس نخلي الكاميرا تشوف كده. لو جيت شفتي الكتاب كده، هنبص الكتاب ده فيه حاجه. فاضي. طيب لو عملت له كده وقلت له اترسم هيترسم؟ طب اما نيجي نشوف كده، وبعدين اقول له تلون واعمل كده، ونفضي كل حاجه فيه خالص ونشوف. العب معاكي لعبه تانية، بس لازم تركزي. الزهر ده لازم تختاري اي رقم من الزهر ده من غير ما انا ما اشوفه، وحطيه هنا من غير ما انا اشوفه. اختار واحد. يلا وشه فوق، الرقم وشه لفوق. لا. لازم وشه يبقى لفوق. لازم وشه فوق عشان اشاهد الكاميرا عليه. ها اوكي يلا اهو باين الظهر كده. ايه. الكاميرا. انا هقفل كده من غير ما اشوف. اخترتي واحد. سمعتني هي مش سحر ولا حاجة، هي مجرد خفة يد. أنا اختاريت اليك بالزر. هذه شلون يعني تتعلم الأطفال طريقة؟ بس أنا ما أعرف. بعلمهم الطريقة، بلعبها الأول معاهم فيبسطوا وينبهروا، وبعد كده بفهمهم إن دي خفة يد، وأعلم الطفل مثلا يلعب بيها إزاي، وهو ياخدها يلعب بيها أصحابه بقى. وعندي ألعاب بقى كمان كلها أفكار، ألعاب كلها تخلي الطفل يستخدم عقله ويستخدم إيده. الموبايل خلانا ما نستخدمش حاجة غير عينينا وصوابعنا، لا بنخليه يتحرك، كل جسمه يتحرك، كل عقله يتحرك. عندي العاب مثلا، عندي لعبه من الالعاب اسمها هاي كيو، عندي اربع قطع خشبيه الطفل يقدر يشكلها لحد 100 شكل. لعبه بتخليه يستخدم خلايا في مخه هو ما استخدمهاش قبل كده، بتنمي الطفل وبتخلي الطفل العراقي يعرف امكانياته، وبتخلينا شويه نبعد عن الموبايل والتلفزيون اللي اثر علينا طبعا تاثير وحش جدا. اسعارها جدا مناسبه. أسعار عندي مناسبة جدا، في ألعاب طبعا بتبقى تكلفتها عالية فبتبقى أسعارها عالية، ولكن بتبقى بتلعب أكتر من كذا فرد فالناس بيحبوها، بس هي بتبقى أصلا تكلفتها عالية. يعني أغلى لعبة عندي مثلا سعرها 12. عندي لعبة مثلا بيبقى فيها نوع من أنواع البناء، الطفل بيبني بإيده. اللعبة دي الطفل في هنا في هنا مواد بناء، وفي طوب، وفي في ماده بيبني بيها، يبني بيت حقيقي. اسمنت. في اسمنت فعلا، وفي المواد اللي بيبني بيها، كل ده موجود في اللعبه. طبعا الحاجه دي مكلفه، بنديله اللعبه دي بسعر 17 مثلا. عندي العاب بقى، الالعاب من اول 3 5 10، فالاسعار تعتبر مناسبه يعني. شكرا شكرا لك، شكرا جزيلا لك، موفقين واسعارهم حلوه. هذا سنابل للنشر والتوزيع، مستمرين وياكم اكيد مشاهدينا الاحبة. راح ننتقل الى البوث اللي خاص بوزارة الثقافة العراقية، اللي به مجموعة العفو وزارة التربية العراقية وليس وزارة الثقافة. السلام عليكم. شلون الصحة؟ مجموعة من الاشياء والاعمال الفنية، اعمال يدوية، اعمال على الخشب، اكسسوارات. السلام عليكم ست، شلون الصحة؟ ست هيفان ممثلة عن نعم. ست هيفاء ممثلة عن إعدادية الفردوس المهنية. أهلا وسهلا. دا أشوف مجموعة من الأعمال الفنية. اشرحي لنا عن بالنسبة إحنا مدرسات والطالبات، هاي كلها أشغالهم مثلا، هاي صناعتهم.
الطالبات، وبنفس الوقت احنا نعرض لهم ونقول اذا مردود مادي يفرحون به، يعرفون انه هذا نتاج عملهم. نعم. يبيعونه باسعار؟ نعم، اسعار تحددها في شيء بسيط. هاي كلها اعمال الطالبات والمدرسات. زين، انتم اليوم بالمهرجان هدف من مشاركتكم هو اولا انه تساعدون البنات بالمدرسه بانه هذا مشروعكم. نعم. بي ارباح، بي مردود مادي. اي مردود مادي، وبنفس الوقت قضاء وقت. لانه البنات هسه اكثرهم ملتهين بالموبايلات، بس هذا يعلمهم انه امين قضاء وقت. نعم. نفس الوقت مردود مادي، حياه كل شيء تتطلب. نعم. حبيبتي. طيب شفت اني ايضا رسم. نعم. وهاي لوحات، هنا لوحات مال البنات. هنا بنيه ماجستير. نعم. ومحاضره جتي للمدرسه، عفوا تعيين، وهاي رسوماتها كلها. وهاي شنو هاي؟ احجار؟ أيه. احجار؟ اشرحي لنا عنها. احجار، احجار طبيعيه. التوبه لها ملايا؟ لا عفوا، هذا مو الهملايا، هذا الروز ستون، الروز كوار، شكله مثل الهملايا. نعم. هذا العقيق، هذا الجمشيت، هذا الجاسبر. يعني وانت تصنعين منها؟ يصنعون منها اسوارات، قلايد، ميداليات، كل شيء يعني. نعم. كلها يقولون لها خواص هذه الاحجار، طاقات. نعم نعم نعم. بعد شنو يعني هاي اللي على الاكواب؟ نعم. الرسم على الاكواب، هاي الاكواب. اي اي اي، تعالي هنا، يا تعالي. اي اوكي، حتى نشوف نموذج. اي هاي الاكواب همينه من صنع ست الاء، وايضا بالمهنيه، وهاي كتابتها يعني شغلها حلو ومردودها حلو. ف هاي هماتين اكو بيها حسب الطلب. انت هنا تطلب؟ بالتاكيد بالتاكيد. نعم. طول وقت يعني بين ما يشف الماده عليها. أي. لا نار تقريبا 10 دقائق يشفون عليها مدرسات ومدرسين، وهذه انتاجات الطلبه. احنا دائما نشوف الوجه ما انت تحفزهم على قامه مشاريع. نعم نعم، هو الطالب شلون يتحفز؟ عندما المشاريع والمواد التمارين مالته راح تنعرض بالمعرض، فيصير عنده حافز انه يقدم لاكثر. اشكرك، شكرا جزيلا استاذ موفق. شكرا جزيلا. بالاضافه الى هنا اعداديه الوركاء، اعداديه الوركاء المهنيه قسم التعليم المهني الثاني في الكرخ. اهلا ست، السلام عليكم. شلون الصحه؟ هدف مشاركتكم في المهرجان اليوم؟ شاركتوا اكيد بحب اعمال طالباتنا. نعم. طبعا عمود نبين اعمال طالباتنا. نعم. يعني ضمن الدروس المنهجيه مال فنون تطبيقيه هي الاشغال يدويه وفن الخياطه، درجه محترفين خاصه هسه اشوفها بالخياطه والحياكه والتغذيه، درس التغذيه. نعم. عندنا ديكور. شوف ايضا هاي الشناشين هم صانعيها البنات. هاي مدرسه الوركاء، يعني الديكور خاصه بالديكور، هاي بالحشبيات، هاي الحشبيات الديكور. بس احنا لا، يعني الاشغال يدويه وخياطه. وهذه لها اسعار؟ محددين لها اسعار؟ تبيعوها غير لو بس عرض؟ بس عرض هسه حاليا بس. بس هي ممكن تصير مشروع للبنات. فعلا نريد نطورها بعد اكثر يعني. هسه انتم تشوفون يعني الاقبال، اقبال الناس والمشاهدين كلها يعني اشياء حلوه، رايهم بالاشياء كلش حلوه. حلو، انا اشكر الست، وان شاء الله فد يوم اجي او السنه القادمه ان شاء الله ان كان المهرجان موجود، اريد منكم مبيعات للبنات لانها ما تفيدها كمشروع. صحيح صحيح، الاعمال كلش حلوه وهذه لازم تقدر يعني او لها قيمه وتنباع وهم تنصر لهم مشروع. اعمال الطالبات وجهدهن ويعني فنهن. هاي الاعداديه السيديه المهنيه للبنات، تحياتي لهم وشكرا لهم وان شاء الله موفقين. انا اشكر الست، اكيد مستمرين وياكم احبتي المشاهدين. خلينا نشوف هنا من جزون الموارد التعليميه. السلام عليكم ست، تفضلي هنا يا ست. عندك مجموعه من المجلات هذه، عرفينا عنكم. اهلا وسهلا. نعم تفضلي هنا. لا احنا عندنا مجموعه من منهج منجزون. نعم. هذا المنهج هو منهج تربوي تابع للتربيه. نعم. يعني مقارن بالمدارس. نعم. هذا المنهج هو عباره عن رياضيات تفاعليه، انجليزي تفاعلي، عندنا علوم تفاعلي، كراسات، عربي. هذا المنهج هو يعني مكمل للطفل ويا التدريس مال مناهجنا.
بالإضافة أنه بي باركود، هذا الباركود يوديه على اليوتيوب يفتح له قناة معلمة تشرح له المنهج كامل، يعني كل ورقة أنه هي تشرح له وتقعد تدرسه. يعني هذا منهج إضافي إلى ما درس الطالب في المدرسة كمساعدة للمعلمات، إيه كمساعدة للمعلمات، كمساعدة للأهالي، تمارين جديدة إيه، يعني هو منهج حلو ومفتوح. شلون جتكم هذه الفكرة؟ والله هي فكرة تربوية، يعني كل شيء للطفل زين وينمي عقله ويساعد الأهل ويساعد التدريس، هو شيء حلو. شلون شفت الإقبال على هذا الموضوع؟ إحنا بعطلة صيفية الآن والطلاب نسوا ما درسوا. صحيح، هم ما يعولون يقعدون ويعطلون، وهاي هم معرض بغداد هم كلش حلو سوى، يعني فشي حلو ترفيهي للأطفال، بس هم بنفس الوقت يعني إنه نهيئهم للمرحلة الجاية شوية هيك وشوية، يعني شوية يدرسون شوية يلعبون شوية يطلعون، أحسن ما بأيام الدراسة يكون ضغط بالمنهج كله عليهم. خلي أشوف، أنت عندك رياضيات عربي بعد؟ عندنا رياضيات إنجليزي، هذا هم ماتين عندنا، أي هذا علوم، عندنا هذا الإنجليزي مادته، الأعمار من عندنا صف الأول اللي هو من 5 سنوات إلى صف الأول 7 سنوات، وعندنا من 7 سنوات إلى 9 اللي هو صف الثاني والثالث ودنهاية، يعني بنفس يعني هذا يبقى عندكم حتى 3 سنوات، يعني إيه منهج للصف الأول من 5 سنوات للسبعة، ومنهج من 7 للـ9، وهذا العلوم اللي هو بيلزقات، يعني فد شغلة حلوة انه هو بيه لزقات ملصقات، انه احنا نعلم الطفل شلون القلب وين يصير، الامعاء، جهاز الدوران، يلصقه في مكانه، يلصقه في مكانه المخصص حتى هو يجي يعني يعرف. هم يعني فكره حلوه وهم فشي حلو للطفل. اسعارهم زينه، يعني مو مناسبه لكل الاسعار، لكل اكيد الناس موجودين. انا اشكر الست، شكرا جزيلا، موفقين. فاحنا مستمرين، خلينا نشوف الست اللي ست آلاء، صحيح؟ هلا بيتي، هلا حبيبتي. قلون لي ترسمين على والله شلون زجاج سولفينا على الكونفاس وعلى الخشب. الالوان الزجاج تختلف، الوان سيارات ما تروح بالحراره، يعني شلون تجلفين السياره متجلفين هسه هذا الكوب ما يروح، والالوان اني اصنعها، وطبعا الالوان اضيف لها هي ثنر وكلير، والوان سيارات خاصه بالاغرامات، او اخبطها والون. هذا حسب الطلب، حسب الطلب. عندي الوان مثلا هذا لون الفيروزي، لون الازرق، لون الاحمر، هذا اسم جود، خلينا نشوف اسم محمود. ومو بس همين على الكوابه، حتى على الاكسسوارات اكتب اسامي، وعلى البشتات ارسم، وعلى القماش وعلى الكانفاس. تطورين هذا الموضوع من نعرف احنا بالاشياء جاي تتطور، وانا طورت نفسي بنفسي بصراحه، يعني تعرفين أزمة كورونا قمت على القزاز أكسر وأشمر كيفي لحد ما تعلمت، وأكثر شيء علمني طبعا التواصل الاجتماعي على اليوتيوب، كل شيء علم. لا ما يعني أنا إن شاء الله راح أدخل الطالبات في دورات كيفية التعلم على الزجاج. وين هذه الدورات حتى إن شاء الله؟ هو على صفحة مالتي أنا أعلن عليها، الصفحة آلاء العبيدي على الفيس، و AAA4Art هذا الانستا مالتي. هذا هسه اذا طلبوا مني مش قد يعني يطول وقت يعني تقريبا ربع ساعه، وعندي انشفها بالبنكات. نعم. عندي جايبتها وياي، يعني حسب الطلب جايبه كل الالوان وياي. أسعارهم بين 5، الوسط 6، والاكبر 10. شكرا ست آلاء، ممنونه لك وموفقه، وايت الرزق يا ربي. اكيد مشاهدينا الاحبه احنا مستمرين وياكم، لكن بعد هذا الفاصل. حبيت مشاهدين مستمرين وياكم أكيد في مهرجان الطفل العراقي الدولي بنسخته الثانية من أرض معرض بغداد الدولي، راح يستمر إن شاء الله لثلاثة سبعة. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم. الله يسلمك. أمير فاضل. شنو أهميتك؟ العفو، أبو أحد المشاركين الموجودين هنا في المهرجان. شنو مشارك إيوانتك؟ العفو الإبن، يعني هو هم عنده هواية تقديم البرامج وال ان شاء الله، ان شاء الله يصير زميل. ان شاء الله. خلينا نتكلم شوي عن اهميه اقامه هذه المهرجانات الخاصه للاطفال، دا اشوف التفاعل كلش حلو، الاطفال شويه غيره. يعني طبعا هي هاي المهرجانات من النادره الموجوده خاصه بالعراق، بس لها وقعها الكبير من ناحية النفسيه، من ناحيه السلوكيه للطفل. تدرين احنا هسه حاليا البيوت مالتنا بيوت ضيقة ومساحات ماكو، فشوفين الطفل دائما حركة مفرطة ما في هاي الأمور، فهذا المهرجان شوف يعني ما شاء الله حتى نفسيته
بالضبط يعني الاولاد يعني فد امور عندهم يعني قاعد تطلع هاي الطاقه تطلع يرجعون للبيت نايمين زين والعجل ينوم فيعني هي هاي قلت لك بالاضافه انه فقرات الموجوده هي اغلبيتها فقرات تنمويه ثقافيه افكار جديده بالضبط يعني خاصه الانتاجات يعني مو بس على مستوى العراق بقيه الدول العربيه والعالميه الله يسلمك شنو اكثر شيء جذبك والله صراحه يعني الانتاجات هاي اللي شفناها يعني او هو هذا اللي احنا نقول هاي اي بالضبط انتاجات البحرين يعني هاي حلوه عندنا بعد هي الانتاجات مال المؤسسه هم كانت جميله بالاضافه انه هاي فكره انه اكو هذا الكروما والطفل يكون هو يعني مقدم ابنك قدم سويت له هاي الفقره؟ اي نعم نعم شنو كانت رده فعله؟ حب الموضوع؟ بالضبط اي هو يعني شاف نفسه انه كمقدم وهالامور هاي خلينا كاميرا وكروما وراها لاي طفل؟ يعني الاستوديو الموجود يعني كانت فكره يعرف شنو كروما هي يعني يعني قماش لون اخضر ووراها هم يخلون فد صوره معينه على الشاشه الطفل يقعد ممكن يقدم برنامج او فكره عنده وامامه كاميرا فهو يعيش تجربه حيه اشكرك اني شكرا جزيلا موفقين السلام عليكم شلون الصحه بقى انا مرحبا الحمد لله والله احنا العام جينا قناه شهاب معرض شهاب للطفوله معرض الكتاب وهالسنه هم جينا انا وبنتي العام وهالسنه رحيق رحيق شنو اكثر شيء عجبك هنا القصص والتلوين التلوين لونتي اي حصلتي جوائز شيء نعم حصلت جوائز هوايه مثل ايش حصلتي جوائز مثل الالعاب والاقلام والتلوين حبيبتي زين شفتي هنا الالعاب رحتي شفتي الدوب ويني نعم. شفتيهم نعم شفتهم واكو مسرح ماتين مسرحية الأطفال ومسابقات زين شو رأيك هذا يعني والله مهرجان جميل بي قصص بي رسم بي يعني مواعظ بي شغلات يعني مسويها الأطفال مثل ما تقولين يعني إيه أفضل إحنا والله مرينا يعني سابقا بطفولة يعني حروب ومسدسات و الان لا والله يعني الان اختلفت كل شيء متوفر الان اختلفت يعني الطفوله حلوه والطفوله يعني هم جيل المستقبل وان شاء الله يعني هم اطفالنا ونجينا ونسهم بهذا موفقين شكرا ابو رحيق الله يحفظك يحفظ لك الايام الجميله يعني على هاي المبادره الحلوه شكرا لكم شكرا شكرا, شكرا عمو الله يحفظكم اكيد مثل ما تفضل ابو رحيق يقول اليوم احنا الاطفال كل شيء متوفر لهم عكس احنا بوقتنا ما كان هذا الشيء لذلك اليوم الاهالي يحرصون ياخذون افكار معينه من نايه وبعد ذلك اكيد راح يبدعون باستمرارهم باكو بعض يمكن يكتشف موهبه اولاده في الرسم وغيرها السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا وسهلا بيك شنو رايك بالمهرجان هو مهرجان فرح يعني تحريك لساكن احنا للامانه على المستوى العربي موضوع ثقافه الطفل وفنون الاطفال ما تلقى يعني في كل الأمكنة والبلدان الدعم الحقيقي المطلوب خلنا نعترف هذا الموضوع هناك قصور كبير لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بل حتى منظمات المجتمع المدني ما الآن الطفولة العربية لم تلقى ما تستحق من اهتمام عندما نقيس التجربة مثلا لا نقول بعيدا في اليابان أو البلدان شوف أن الطفل هو يتحصل على حقوقه وفقا لاتفاقية دولية حقوق الطفل هذا المهرجان اللي المفروض تقيمه مثلا وزارة الثقافة في الدولة يعني يتلكون لكن عندما تقيمه مؤسسة غير حكومية وبهذا الحجم وبهذه الإخراج الفني الجميل أعتقد شيء مفرح يعني مشاركات دولية نعم بمشاركة عربية ودولية ودور نشر وفضائيات البارحة كنت أسهمت في ندوة كانت من أروع ما يكون اشتركوا بها مدراء الفضائيات الموجهة للطفولة ومختصين بأدب وثقافة الطفل وعلى مدى ساعتين وتوصلنا إلى مخرجات وتوصيات جميلة وصار أكو
تعارف مدينة الجسور مع بعضنا كذا. يعني هذا المهرجان أيضا صار فرصة للتلاقي بين المهتمين بعالم الطفولة. يعني أنا هاي زيارتي مو الأولى والثانية، يعني دعيت في الافتتاح ولكن تكررت زياراتي، اقتنيت أنا مجموعة فرح الجديد جدا عندما وجدت إصداراتي مثلا موجودة في دار نشر عربية أو عراقية، أو فرح الأكبر هو لما أشوف أطفالنا أشوفهم هنا يتحلقون حول الدمى وحول الكتب والعروض الفنية اللي تقدم. يعني أنا أعتقد هذا فعل خير، فعل نبيل زامن مع أيام الأعياد. هذا أكيد أكيد، أنا أعتقد هو هذا عيد حقيقي. يعني الآن الطفولة بكروا في أن يعيدون بهذا اليوم، وفتشي جميل جدا، ومعظم ما شاهدته واطلعت عليه هو يصب في احتياجات الطفولة العراقية والطفولة العربية. الله يحفظك. يا مرحبا. شكرا جزيلا. دكتور حسين علي هارف، فنان وأكاديمي. هاي للمونتير أدري. احنا طالعين لايف اكيد. دكتور حسين شكرا لك، مستمرين وياكم في مؤسسة الهدى، في عندهم جانب خاص للبنات المحجبات، في موجود الاشياء الخاصة بالحجاب وايضا بالجناط تنسقون بها باسعار مناسبة ايضا. فهذا البار طبعا ما تقبل ننسى ويا لقاء، لكن احنا مستمرين اكيد. في ايضا بالاضافة الى ما ذكرت، هنا عندنا نون والقلم مؤسسة الهدى اللي هي بها مجموعة من الفقرات المهمة اللي خاصة بالأطفال وأسماع أصواتهم بالقراءة القرآن الكريم، وبعد ذلك ممكن يدخلوهم دورات معينة للتطوير. اليوم أمس تكلمنا وياهم وهم موجودين هنا، إذا تحبون تسألون بهذا المكان المخصص للقراءة. فأيضا مستمرين مؤسسة الهدى هذا الجناح تقريبا لهم، عندهم الحجاب وعندهم نون والقلم، وأيضا للناشئين الإصدارات جديدة وموجوع. هاي مجموعة الإصدارات الموجودة، خلينا نشوفها، خلينا نشوف الإصدارات. هذه مجموعة من القصص بأسعار مناسبة جدا، تعالوا وياي خلينا نكمل. وهاي مثل ما ذكرنا هنا المدرسة، مدرسة بهلول اللي هي البريطانية اللي معنية بالطلاب من أعمار، حتى من أعمار الروضة إلى يمكن الإعدادية، وبها السمر سكول اللي هي المدرسة الصيفية. السلام عليكم سيد، تفضلي. مرحبا، أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا وسهلا. أول يوم تكلمنا عن أهمية الأشياء الموجودة في بهلول سكول، هذه الأيام صار 4 أيام، شلون التفاعل وياها؟ الحمد لله لحد الآن التفاعل ممتاز. الحمد لله لحد الآن التفاعل ممتاز، وأكو إقبال من الأهالي، ويعني دي يحبون الأشياء اللي دي نقدمها للطلاب أو المميزات مدرستنا وطريقة التعليم. فالأهالي لاحظوا الفرق عن باقي المدارس، فكان إقبال حلو. تمام. طيب أكو تسجيل؟ صار أكو تسجيل خلال هذه الأيام، ممكن يعرفون عنوانكم، يعرفون تفاصيل خاصة بالمدرسة، ممكن زيارات للمدرسة. اي نعم، احنا اغلب الاهالي اللي سجلناهم حاليا تواصلنا معهم، واكو اتوا للمدرسة وعملوا تور وحبوا يسجلون، فاكو بعض من الاهالي سجلوا طلابهم من هذه السنة ومن السنة اللي فاتت مشاركنا. فكرة الروبوت الموجودة، do you wanna try it? do you wanna try it? هل راح تجربه؟ اي this side. هذا الروبوت مستخدمه بمدرستنا بشكل اسبوعي لفحص صحه النظر والاسنان، وكذلك اليدين. تعالي هير، يلا اعيد. احنا طالعين مباشره، سوري. تمام، هذا لصحه الاسنان وصحه شنو؟ اي النظر واليدين. تمام، يلا اند يور تشين. وهذا كل طالب تكون إلى رقاقة خاصة به واسمه، فلذلك حتى تسجل معلومات أسبوعيا. يلا do it again. أوكي، هنا أنا مثل ماذا تشوفين هذه المؤشرات الصحية بمبنت الهدى. هذه المؤشرات الصحية تأشر لنا مثلا إذا كان النظر به خلل أو الأسنان عندهم تسوس أو إذا كان عندهم التهاب. فأنتوا تستخدمون أيضا بالمدرسة؟ أي، هو هذا يكون متواجد بغرفة الدكتورة، تستخدمه بشكل أسبوعي.
كيف حتى تضمن دائما على سلامتهم؟ تمام. وانت مخليه شريحه هاي بيها اسم الطفل مثلا. نعم هذه مصطفى هذا اسمه حتى يطلع التاريخ الطبي مات التاريخ الطبي. فكل واحد راح يتواجد عند ليست من اول ما سجل ويانا ملاحظ التطورات. اذا اكو مثلا تطور للافضل راح نلاحظه. هسه ما يصير اي طفل مثلا يجربه؟ لا عادي هسه احنا دا نسوي كتجربه كتست فخليهم اسماء ورقاقات حتى يجربوا. هذا الشيء ثابت بالمدرسه الفحص هو يعني اسبوعي؟ شلون يفحصون طلاب؟ اي يكون بشكل اسبوعي لكل صف. يكون بشكل اسبوعي. احنا بالبدايه يكون عندنا كفحص دوري كل يوم تسوي ريجولر تشيك اب اذا كان على الهير او على الفينجرز او النيلز فراح تشيكهم. ما هذا يكون بشكل اسبوعي حتى يكون عندها سجل دائم للطلاب. تمام. والمعالجة تتم بالمدرسة أم تخبرون الأهل؟ لا احنا يكون عندنا ضمان عندنا انشورنس متعاقدين من احدى المستشفيات فلما نواجه مشكلة او لا سمح الله حدث يصير راح نتواصل ويا المستشفى الخاصة بنا ويتم علاج. كنا نعرف اسعار الاشتراك بالمدرسة قد تتراوح؟ للأسف هذه يعني تختلف حسب الفئة العمرية فتكون متفاوتة يعني ماكو سعر محدد فهذا يتم عن طريق التواصل مع المحاسبة. ممكن بيها مثلا أوفر بيها عروض بيها يعني اي اكيد اذا مثلا عائلة عندها طفلين وهذا اكزاكتلي اكو يكون ديسكاونت وخصوصا للاخوان راح يكون عندهم ديسكاونت. حلو. انا احييكم على هذه الفقرة والتكنولوجيا الموجودة في بهلول سكول. شكرا لك. اكيد احبتي المشاهدين هذه جولتنا كانت اليوم في مهرجان الطفل العراقي الدولي بنسخته الثانية. تكلمنا عن مواضيع مهمة جدا وهي دعوة لكم. هذا المهرجان مستمر الى 3/7 فتم تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل والى اللقاء.